السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم حبيت نشارك معكم هذا الكعك السريع اللذيذ مقرمش وسهل التحضير. هذا الكعك راح نحتاج له المكونات التالية: 3 حبات من البيض، ثم كوب ونصف من سكر حبيبات. أنا غادي نستعمل فقط كوب وربع. الكوب اللي راح نستخدمه هو كوب لشرب الشاي أو الكوب المعياري. سنضيف أيضا رشة من الملح أو رأس الملعقة من الملح. نخلط المكونات ونضيف بشر ليمونة حامضة. نخلط المكونات وسنضيف أيضا كوب من الزيت النباتي. الحلويات اللي كيكون فيها الزيت نتأكد أننا نخلط جيدا الزيت مع باقي المكونات إلى أن تتجانس ويختفي الزيت. طبعا نفس الشيء لما نحط البيض مع السكر، نخلطه جيدا إلى أن يذوب السكر باش نضمن كعك ناجح ومقرمش. الآن أصبح الخليط جاهز، سنضيف باقي المكونات. أنا ما استعملتش الفانيلا، استعملنا بشر ليمونة حامضة، وراح نستعمل سمسم جلجلان اليانسون والحبة الحلوة. غادي نحمرهم قليلا فقط على النار ونتأكد أننا ما نحرقهمش باش ما تضيعش النكهة أو النسمة ديالهم. تقريبا ملعقة كبيرة من كل مكون. نخلط هذه المكونات والآن سنضيف الطحين. الطحين اللي راح نحتاجه في هاد الكمية من البيض والزيت سيكون ابتداء من نصف كيلو من الطحين. طبعا نزيد وننقصه على حسب حجم البيض والزيت. عندي 12 جرام من البيكنج باودر أو خميرة الحلويات، ما يعادل ملعقة صغيرة ونصف. سنضيف الطحين شيئا فشيئا طبعا في البداية، ونستعملت هنا المضرب، ومن بعد راح نستعمل اليد. نستمر في الخلط، وهنا في هذا الأثناء كنكونوا شعلنا على الفرن، كنكونوا مسخنينه في البداية. هذا الكعك ينضج بسرعة، لازم ننتبهوا لهذا الكعك وهو في الفرن. لما نحطه في الفرن نقصوا الحرارة شوية باش نحصوا على بسكوي مقرمش. وهنا ايضا سنضيف البيكنج باودر وباقي كمية الطحين الى ان نحصل في الاخير على عجينة طرية مثل ما كتشوفوا، ولكن لا تلتصق بالايدي مثل ما كتشوفوا. انا احتاجيت ان نضيف تقريبا ملعقة كبيرة من الطحين على نصف كيلو اللي استعملناه في البداية. لتشكيل العجينة انا غنستعمل هاد الماكينة، عملية وسهلة وسريعة في نفس الوقت. القمح قد هو يكون بهذا الشكل وغادي يعطيني واحد الشرائط رقيقة مثل ما كتشوفوا. فرشت صينية بورق الزبدة وحطيتها في الفرن، وها هو انا من الفرن حطيتها في نصف الفرن، وبعد كنرفعه الفوق من غير ما نشعل فوق طبعا، وكنخليه ينضج. اذا حبيتوا الوجه يكون محمر اكثر ممكن تدهنوه بالحليب. انا ما دهنتوش في هذه المرحله مثل ما قلت، انا حبيت كعك سريع. نتمنى يكون عجبكم فيديو اليوم، واذا عجبكم ما تنساوش ديروا لايك، واللي مازال ما اشترك يشترك باش توصلوا فيديوهات خديجه. اترككم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء في وصفات اخرى سهله وسريعه وناجحه ايضا.